كتشوفوا هادشي واحد الريح يجلس. قريرة 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 واحد آخر هاهو قريرة هاهو تعاود تحيدلو العود هاي شوية بحال الواد أنا شاد التليفون بيدي وحيدتلو من العود ساهل قريرة واحد آخر أربعة القرع ضربة واحدة الله يبارك المهم الخوت هذه بلاصه اخرى جيت ليها كيف ما كتشوفوا هي واحد الفريخ تيبعطي كيتبعطي تهون ود على راسو هذا واحد اخر عود شو كان عايش حداه كيلعب نازل بزدر يجي وحدة اللي يسكرفسي الشابر على التليفون ما كراتش اللي بزدر غادي رخيص انتم الخوت بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش ينقيو البلق من اللصقات هاي شو انا ها اورو شتو انتم الاخوان عم جنحين ديالا دابا كنصور راسي براسي معدب المهم الفكره باش توصل غير شويه تسط سط غير من فوقي ديالو حاول ما تنتفلوش الريش شاه بوسط اللصقة بلاصة اللي فيها الكولا شوي تنتفلوش الريش غادي نطلقو غادي يمشي بحال ما عمرو حصل انتم الاخوان سير على الشع طريقة السير انتم الخطا واتي فركلها اجي مو كلنا اجي هذا بلي بحال عندو البيوضية شو والله نكون في الطفرة السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.